يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثيرا ما نسمع أن بعض الكفرة يريد تحريف القرآن، فهل ما يستطيعون، هم يريدون لكن ما يستطيعون أبدا، ولن يستطيع أحد أن يمس القرآن، لأن الله حفظه، وإذا حفظه الله فلن يستطيع أحد أن يغير فيه. نعم، المحاولات يحاولون لكن ما يقدرون على هذا. نعم.